الآن رانا مع فنان عنده صوت قوي وأبى كذلك هو يحضر اليوم ويشارك في هذه الوقفة مع عديد الفنانين والنجوم اللي راهم يشاركوا في هذه الوقفة مع الفنان والمرحوم حسني. مرحبا بك دار جابوني. الله يسلمك، أنا سعيد بزاف وفرحان بزاف بتواجدي هنا مع كوكب من الفنانين بإحياء الذكرى العشرين لوفاة المرحوم حسني اللي ما زالوا حي في قلوبنا وحي في ذاكرتنا. فتشوف هذه الذكرى هذه وتشوف لأنه عديد من الفنانين ومختلف الطبوع مختلف الولايات جاوا اليوم رايحين يغنوا للمرحوم حسني. الديوان الوطني للحق المؤلف مشكور على هذا التنظيم وعلى هذه الوقفة اللي وقفها اليوم مع هذا الفنانين اللي مع هذا الفنان اللي قدم بزاف للأغنية الجزائرية، قدم بزاف للشباب الجزائري. نقدر نقول أن حسني كان صوت الشباب الجزائري آنذاك. دونك وجودي مع هاد الفنانين، كاين بزاف فنانين اللي ما عندي بزاف ما تلاقيت بهم، اليوم انا تلاقيت بهم في هذه الذكرى. دونك ان شاء الله ربي تكون المبادره هذه تتعاود تتكرر على فنانين اخرين ان شاء الله. كادر واش حيغني لنا اليوم؟ راح نغني اغنيه غنت حسني كاع شباب. انا خيرت اغنيه اونفا لقيت المحنه اللي تفهمني الحسني الله يرحمه. ان شاء الله نتلاقاو مالك بعد كادر جابوني بعد الحفل ان شاء الله. ان شاء الله بربي ان شاء الله صحه عندكم. قلنا كلمه اخيره. نقول لكم صحه عيدكم قريب العيد ان شاء الله، عيدكم مبارك ان شاء الله ونستناونا ان شاء الله في جديد ان شاء الله حصريا على قناه كي بي سي. شوفوا عشق يا نادر فيا اللي بحولها تحبني، هي العمر هي يا بابلوات بابلوات قاعد 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 قاعد. شوفوا عشقها بدر فيا اللي محولها تحبني، هي العمر هي الدنيا وهاك هي الموت اللي ترفدني. Yeah.
ريحتني اللوم المبنية شوفوا عشقها ولا دار فيا وانتوما العمر وانتوما الدنيا يا الجزائر يبهب نتني ايوه هي الأمر لي Merci à tous. يعطيكم الصحة اللي جيتونا اليوم. Merci d'être venu ce soir à cette soirée avec Padidou et les éditions bien sûr et l'Office national des droits d'auteur. Talam fir wahtikoum et à bientôt.